كل عام وفي كل صيف يتجدد الأمل لشباب جديد في أن يحقق حلمه بالانضمام لناشئ الأهلي. مع كل اختبارات تترقب العيون الحائرة للحلم الذي ينتظره هؤلاء الصغار الذين جاءوا من كل دروب المحروسة طارقين باب حبهم الأهلي. وبعد الانخراط في ملاعب الناشئين بمدينة نصر والتدرب بين الفرق السنية يتجدد الحلم ليتحول إلى الباب الكبير وهو الظهور باستاد التتش بقميص الفارس الأحمر مع الفريق الأول. هو حلم الجميع بلا استثناء، من بينهم صالح نصر الفتى الموهوب صاحب العشرين ربيعا ونجم فريق مواليد 99 الذي ينتظر ويترقب فرصته. ولد صالح نصر أحمد سالم في 7 من ديسمبر عام 99، ومثل غيره أحب الكرة لعبها وانضم للأكاديميات الخاصة. هناك لعب الحظ دورة فشاهده مسؤول قطاع الناشئين بالإنتاج الحربي ليقومون بضمه. هل انتهى حلمه بالانضمام للأهلي؟ لا، ظل الفتى الشاب يلعب الكرة، يبدع ويجيد، يتألق في دور القطاعات حتى شاهده الكابتن محمد عامر والكابتن عماد النحاس أبدوا إعجابهم الشديد بقدراته، وأخيرا تحقق الحلم. ظهر اللاعب في ناشئ الأهلي يبدأ حلما جديدا بعد تطوره. لعب مع فريق 99 لفت الأنظار بشدة الموسم الماضي فتلقى عروضا للاحتراف، من بينها النجم الساحلي، تألق بصورة رائعة في انتظار كلمة وحيدة ألا وهي الفريق الأول. برنامج الأشبال يقدم للجهاز الفني للفريق الأحمر ولمستر فايلر موهبة جديدة في قطاع الناشئين اسمها صالح نصر، سيكون نجم المستقبل.